بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ فرج، طبعا أنا أسجل لك التسجيل هذا لأنه لو نحن جلسنا نكمل كتابة كل شيء، هذه دراسة، فالدراسة يعني ما في أحد يكتب لها المواضيع كاملة، يعني ما سويها مثلا 100 صفحة ولا 200 صفحة، لا، أول شيء أروح أناقش وأطرح الفكرة باسم الدراسة، يعني إنه نحن نحتاج نعمل دراسة أو قررنا نعمل دراسة، فهذه أوتلاين، يعني البرزنتيشن هذه أوتلاين. طبعا أشرح أنا الموضوع، طبعا لازم نفهم بيتس، يعني هذه تصير ايش زي تريد نيم، بيتس تصير تريد نيم، يعني ما فيها تغيير، يعني في ناس يعملوا دراسة على أساس تطلع نتائج، لا، الدراسة نفسها ما تتطلب نتائج، دراسة اللي هي دراسة بالذات هذا Building Innovative Total Solution، أول شيء أنت بتسوي شيء مستقبلي، الفيزيبيليتي ستدي العادية ما تنفع، اللي هي الكومبيتيشن ومدري ما تنفع، ما في. اديك مثال، في الان شركات وبدا بزنس وحاجات جديده انهم يحاولوا يطلعوا الفضاء، وبدات يعني ارسلوا للفضاء سمول اوبجكت على اساس تحلل المعادن اللي في الفضاء وأخذ معلومات حتى نأخذ معادن من الفضاء. طبعا أنا حارسل لك، يعني موجود، ابحث في النت. فالآن في توجه لأن المعادن الموجودة في الأرض مثلا بلاتينيوم خلاص صارت محدودة، يعني طلعوا بلاتينيوم كثير، طلعوا ذهب كثير. الفضاء جنبنا يعني بين أظن زحل وهذا، من في أجرام كثيرة 10,000 وكذا، قطرها مثلا 2 كيلو 10 كيلو، ففيها معادن كثير، يعني بيأخذوا معلومات. فمشروع تيم يعني زي بيتس تيم، هذا في الأخير إكزيكتيف بلان، اوكي، هم رايحين يشتروا المعادن، فنحن بيت زي كده، يعني كاننا بنجيب معادن جديد اللي هي ريسورسز، الريسورسز اللي بيجيبوها عشان يبيعوها معدن ذهب، يعني ذهب وبلاتينيوم، مش عشان نحن بيت الريسورسز عشان زي ما تقول نوفر ريسورسز ما حتكون موجودة زي البترول للكهرباء، فنبغى نجيب كهرباء من غير البترول. حتى من الفيديو اللي بيقولوا انه ممكن يحصلوا ماء، الماء يطلعوا منه هيدروجين هناك في الفضاء، على اساس المعمل يجلس سنة زمان او سنتين، يعني زي المنجم مناجم. فهم يعني ممكن نحن نشتري من عندهم، ممكن ندخل في الأبحاث حقتهم، يعني ممكن إذا جات فلوس من بيت نبدأ، يعني هذا سوق، يعني معادي اللي هي فلوس بلاتينيوم وأشياء زي كده. طبعا تدخل في الصناعات البلاتينيوم وتدخل الذهب والأشياء في الصناعات، بس الهدف إنه ترى منتهي، قال لك مو حديد، الحديد كثير،
حديد موجود كثير. طبعا هذول هذا الان بدأ، ما بتكلم في حاجه بدأت بزنس، انا حتى البزنس الان صار يكلف اقل عشان ترسل شيء للفضاء. يعني هم يحتاجوا 2 مليون دولار او شيء تيم بيبحثوا، زي بلومبرج لما بدأ. بلومبرج ترى بدأوا بفلوس بسيطة، الآن بلومبرج بيصرف في السنة يمكن 10 مليار ميزانية دولار انفورميشن، بس بيبيع بمية مليار يبيعها، يعني أقل شيء 10 أضعاف. ما في بيزنس ما تصرف فلوس حتى لو دراسات، واضح؟ بس ميزة الدراسات زي هذه الدراسة انك انت ما بنفسك تسويها، ما تحتاج. بلومبرج ترى بدأوا نفرين او ثلاثة، ما تحتاج. انت بتثمن للمستقبل في قيمة الدراسة، يعني لك حصة مثلا ان شاء الله 1%، فبعد كده يدخلوا معاك ناس. يعني مثلا هذه الدراسة لو بنسوي مدينة جديدة جنب البتراء، أو مدينة موجودة مع مدينة جديدة، يعني أقرب مدينة العقبة وكذا مع مدينة جديدة، فنربط السكان. المهم التفاصيل اللي هي بري ديزاين ومدري هذه موجودة، اللي هي مثلا في عمارة في عمان، ففاميلي بيزنس نص اللي ساكنين في العمارة، خلينا نقول 12 شقة 12 عائلة، أو مثلا 40 شقة، فنفس اللي في الشقة السطح بالنسبة لهم ممكن يصير فيه لايت اندستري، يعني لإنتاج الطعام من النباتات، يعني يصير في زراعة نباتات وإنتاج طعام وكذا، اللي هو سستين سيلف سستين، ما في يعني ما يشتروا المواد الأولية. يعني مثلا بننتج طعام فنزرع المواد الأولية، سستينابيليتي، يعني المشروع ده ما يعتمد على مشتريات أبيعها، اسمه لايت اندستري، ماشي؟ نقدر نزرع ننتج الملابس، يعني نقول جارمن وفود اللي هي نيد ماركت. الملابس كيف؟ يعني نجيب الصوف اللي هي فتلات الصوف، نسوي النسيج خيوط السوق، نسوي النسيج كلايت اندستري في نفس العمارة السطح، يعني بس سطح واحد حق نسيج، نسوي النسيج، العمارة الثانية يروح يخيط النسيج. شفت كيف صارت الآن عمارتين مشتركة؟ العمارة الثالثة يسوي باكيجي بين العماير، في كونكشن ممكن عربة توصل الأشياء كيبل كار، شايف؟ يعني ممكن تمد كيبل كار في المدينة كلها، نوصل البضائع، نوصل هذا سهل، يعني زي الاندستري لاين هنا، العمارة دي لاين وهذيك لاين وهذه لاين. طيب أنا ما أحب أطول، أكتفي بهذا القدر. وطبعا في تسجيلات تانية، يعني هذه هي البيزنس بلان. عندك أسئلة تسألني، to build up a business plan ما تكتب 200 صفحة، أنا أقدر أكتب 200 صفحة، ما تأخذ مني 3 أيام، بس تفهم السمري. ففهم السمري discussion team to discuss، اللي هو biz team execution plan، يعني هذه كلها product overview، هذه مكونات الرود ماب، مكونات الماركت بلان، مكونات اقصد البيزنس بلان.
product overview اللي هي كتبتها أنا مكتوبة الآن. المنتج البري ديزاين، لما تسمع كلمة بري ديزاين هذه خلطة سرية زي حقة كنتاكي، يعني ما تسأل عنها، ما نتكلم عنها. It is there, it exists. إني أنا أقدر العمارة أخلي الفاتورة كل الأهالي فاتورة الكهرباء بالناقص، زائد إنهم يأخذوا ساعة على الشغل أصحاب العماير لو يشتغلوا، ما يشتغلوا نجيب غيره. الساعة على الشغل أقل مثلا شغل يوم 10 ساعات، كل واحد يختار اليوم، يعني أقل شيء شغل 10 ساعات اندستري، يعني 10 ساعات يشتغل أقل شيء، يعني قبل يجي بنص ساعة وبعدها بنص ساعة يقفل مصنع. المفروض يشتغل يعني بارت تايم، فعشر ساعات تقدر تشغل على اللاين، واحد يختار شغل يوم بس. الساعة يخليها $20، من يعطي الساعة $20؟ في أمريكا الحين خلوا الساعة $15. طبعا مو مطلوب إلا تريننج، أثناء التريننج اللي هو أبرانتيسشيب، يعني بيعطوا التريننج مجانا. يجي ممكن يكون 5 أيام تريننج أو 10 أيام، يجي يوم يجي يتدرب، يعني ممكن نخلي 10 أيام تريننج فل، بعدها خلاص يتعين، يعني يتصنف كمان راتبه $20 ولا $10، ويعطى الفرصة. بعد كده ممكن يزداد، يعني يوم، يعني أول 6 شهور بس يوم، إذا كان ممتاز يصير يومين، إذا كان ممتاز يصير 3 أيام، كل 6 شهور نزود يوم عشان لا نورط أو لا تورط التيم، يعني هو تيم مو نحن، تيم بيشغل بعض، ولازم يكون في التصنيع جدية. أكتفي بهذا القدر، وحسجل كمان تسجيلات إلين تكون أنت مستوعب الفكرة. طبعا هذه الفكرة ممكن تصير جمجرش على أساس كل اللي يشتغلوا وينتجوا، وهذه تباع للسياح، إنتاج الطعام والكساء، الغذاء والكساء، وهم يأكلوا منه. والتصدير ايش هو؟ يبيع للسياح، يعني ما نبيع لأهل البلد، يجي السياح يزور المصانع هذه ويشتغل، ممكن في سطح مستودع. اكتفي بهذا القدر.